مع التطور الكبير الذي تعرفه صناعة الألعاب، كمية الجودة الواقعية التي أصبحت تأتي بها خلاها تحتاج تصنيفات عمرية، حيث أن بعض الألعاب غير صالحة لجميع الأعمار، لأنها يمكن أن تحتوي على مشاهد عنف أو دموية، وأيضا حتى على مشاهد جنسية، وهذا الأمر خلى صناعة الألعاب تحتاج إلى تصنيفات عمرية. لم تكن صناعة الألعاب هي أول من حصل على التصنيفات العمرية في مجال الترفيه، حيث أن كانت الإذاعات الأمريكية في الثمانينات تحجب بعض الأغاني لأنها تحتوي على كلمات عنصرية، ثم انتقل الأمر إلى برامج تلفزيون لكل من الأفلام والرسوم المتحركة التي كان يتم منع بثها لأنها لم تكن توافق معايير محطات البث. أما بالنسبة لصناعة الألعاب فالأمر بدأ مع كل من لعبتين مارتل كومبات والنايت تروب. بالنسبة للعبة مارتل كومبات بسبب مشاهد دموية الكثيرة التي كانت في اللعبة، وبالنسبة للعبة نايت تروب كانت تحرض العنف ضد المرأة. وبعد مناقشة الكونغرس الأمريكي لهذه اللعبتان قرر إنشاء منظمة خاصة من أجل تصنيف الألعاب، وفي سنة 1994 تم إنشاء USRB Entertainment Software Rating Board التي كانت مسؤولة ولا تزال على تقييم الألعاب، حيث قامت USRB بتصنيف الألعاب إلى 6 فئات. أولا UC For Every Childhood، وهي الألعاب التي تكون موجهة للأطفال، أي أنها لا تحتوي على أي مشاهد عنف أو مخلة بالآداب. ثانيا E For Everyone، ويتعني للجميع، يعني أنها موجهة للكبار والصغار ولا تحتوي على أي مشاهد عنف. ثالثا E Plus 10 For Everyone Plus 10، وهذه الألعاب موجهة لمن تعدى السن العاشرة، وغالبا ما تكون رسمها كرتوني ويكون فيها عنف لطيف مثل الرسوم المتحركة. ورابع تصنيف هو T، وهذه التصنيفات موجهة لمن تعدى السن 13 وتحتوي غالبا على لغة سيئة وعنف ودموية بسيطة. وخامس تصنيف M، وهذا لمن تعدى السن 17 ويمكن أن يحتوي على كلمات بذيئة عنف وأيضا محتوى جنسي. وسادس تصنيف هو A Adult Only، وهو موجه لكل من فوق سنه 18، وهو نفس تصنيف M لكن بتفاصيل أكثر وأعمق ويمكن أن يحتوي على مشاهد حقيقية. وآخر تصنيف هو RP Writing Pending، وهذا يخص الألعاب التي قيد التصنيف. وبهذا نكون ذكرنا كل التصنيفات العمرية لقدمها مجلس تقديم البرمجيات للترقيم USRB، وهذه التقييمات تخص سوق الألعاب الأمريكية. وبالنسبة لسوق الألعاب الأوروبية تقيم من طرف PIGI Pan Europe Game Information، وهو نفس التقييم التي تعتمد عليه بلدان الشرق الأوسط الذي يعتمد في تقييمه على تحديد الأعمار مباشرة. والآن نحن نتكلم عن آخر شيء، هو كيف تقوم هذه المنظمات بتصنيف الألعاب. في البداية كانت هي من تقوم بمراجعة الألعاب وتصنيفها، لأن الألعاب لم تكن كثيرة، ولكن مع تطور صناعة الألعاب وكثرتها أصبح الأمر صعب أن تقوم بمراجعة جميع الألعاب. لهذا أصبحت الشركات هي من تطرح ألعابها، حيث تقوم بجمع أعنف المشاهد والكلمات في اللعبة وتقدمها لمنظمة USRB من أجل تصنيفها. ومن يقوم بمراجعة هذه الألعاب هم 3 أشخاص بالغين مسؤولين، أي أن يكونوا آباء أو علماء اجتماعيين. وللعلم فقط أن الألعاب ليست ملزمة بالحصول على التقييمات، لكن المتاجر ترفض الألعاب التي ليست لها تقييمات من أن تطرح للبيع على متجرها. وحول مصداقية التقييمات يظل الأمر تحت الجدل، لأن كل الشركات هدفها أن تمس الشريحة الأكبر من اللاعبين من أجل أرباح أكثر. لهذا يثار كثير من الجدل حول تصنيف بعض الألعاب، ومن الممكن أن يعاد تصنيفها مثل ما حدث الأمر مع بعض الألعاب. وبهذا شباب وصلنا لنهاية فيديو اليوم، استودعكم الله، سلام.